الراجل مظلوم ليه وحقيقي يعني الوضع صعب عليه. تمام. الراجل احتياجه للمشاعر هو احنا بني ادمين فمحتاج، ولكن للحظ ان الثقافه بتاعتنا وتاثير الاصدقاء والاهل دايما يقول لك ايه، لا خد بالك المشاعر بلاش الحب، المشاعر تضعفك. عيب بالنسبه للراجل، ما ينفعش صح توقف لك طريق نجاحك بالظبط، المشاعر تخليها تركبك. يعني طب ليه احنا كمجتمع بنربي الراجل انه يداري مشاعره؟ يعني حتى من هم صغيرين شويه ممكن ما يردش على مامته قدام صحابه. بالظبط، برافو عليكي. وهو ده عشان وكأن دي حاجه هتقلل منه، مظلوم. فتلاقي بقى ايه، دي حته دي بقى هتعجبك. ايوه. الست علاقتها بالمشاعر علاقه زي كيرف، بتطلع براحه، بتطلع لفوق خالص، وبتدي كل حاجه، بتدي كل بكل حاجه، كل طاقتها. وبعدين لما تبتدي تتصدم يبتدي بقى الكيرف ما بينزلش مره واحده، بتلاقيها بقى عامله زي حته. عشان كده لما تقفل قفلتها وحشه. الراجل بقى عشان الفكرة الخطأ اللي محطوطة من التربية، وللأسف كمان يعني الأمهات بتلعب دور في الحتة دي، وناخد بالنا والنبي عشان خاطرنا احنا في الآخر. أيوه. احنا اللي بنتبهدل في الآخر. احنا اللي بنتبهدل في الآخر. إيه اللي بيحصل؟ إنها بتخوفك دايما، خليك راجل، لا انشف، لا اجمل، لا ما تعيطش، لا انت هتحب، انت هتبين مشاعر، لا ما ينفعش كده. وده يمكن بيدعم فكرتي ان لما قلت في الانترو انه كسره الراجل بتبقى اقوى بكتير من كسره البنت، لان هو بيبقى كاتم جواه، بينزل مع اصحابه وبيخرج وبيركز في شغله، بس هو من جواه ما حدش فاهم. البنت ممكن تعبر، ممكن تعيط، ممكن اترجمها لك بقى بطريقه واللي هي دي شكوه البنات كلها، كلهم ومش مدركينها ليه. زي ما بقول لك، عرفت الست بالايموشنز كيرف، عرفت الراجل بالمشاعر راحه جايه. صح. ليه؟ لان كل يا حرام ما بيقرب وبيحس ان حبها، حس ان هو عايز يشوفها، بيروح مفرمل نفسه. ياسمين ليه بقى؟ ليه؟ لان هو اتقال له ايه؟ لا الحب ضعف، لا كده مش عارف ايه، ده كده تركبك، ده كده انت مش هتعرف تركز في شغلك، ده كده مش عارف ايه. تمام. فبقى ايه، لا المستقبل ولا الحب؟ لا ان انا ابقى راجل وسط اصحابي كده ويبقى يقول لك ده ما بيهموش حد وعنده 3 4 يتباهى، ويوم ما يقول انا عاجبني بنتي محدش يتكلم عليها لاصحابه، يقول له لا ركبتك.